انا في حاله كويسه قوي، ولعبت الحمد لله يعني بيأدوا اداء بشكل كويس جدا، وده يعني اكيد يعني احنا الماتش اللي فات متعادلين مع الجون كبير جدا من اول مباراه لغايه اخر مباراه، وكان عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نطلع كسبين. النهارده كان عندنا فرصه كبيره، لكن للاسف اكيد عدم، ويبقى فيه توفيق باذن الله ان شاء الله. هل كابتن مختار مختار حدد احتياجاته من فتره الانتقالات الشتويه في كتير؟ احنا مش كتير، احنا يعني احنا يعني حدودنا محدوده، فبنشتغل فيها وبنشتغل عليها وما بنزودش مع نادي الانتاج الحربي. والله احنا عاملين اضافه للفرقه بشكل كويس، ومدينا يعني اكيد هم احسن من كده كمان، يعني اتمنى ان شاء الله الماتشات الجايه يكون في حالتهم الافضل من كده باذن الله ربنا. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على البنت. كنا بنلعب فرقه كبيره، نادي المصري فرقه محترم ونادي كبير، وماسكهم دور فني محترم الكابتن ايهاب. الحمد لله على البنت، اللعيبه النهارده ما شاء الله كانوا رجاله وكانوا قدوا المسؤوليه. كان نفسي نكسب طبعا 3 بنت، بس الحمد لله على البنت يعني. بس مع طول محطة. فالحمد لله الواحد ماشي بشكل كويس، وبقدم الحمد لله يعني مع زمايلي بقدم موسم كويس، فان شاء الله ربنا يكرم الواحد يفضل ماشي كده ان شاء الله. اكيد مع التزامك، مع روحك، مع حماسك، مع تألقك خلال المباريات السابقه للفريق الانتاج، اكيد عندك هدف، هدف باسم يعني مرسي خلال الفتره القادمه. والله اكيد كل اي لعيب بيبقى نفسه يلعب منتخب مصر، يعني بيجتهد ويموت نفسه في ناديه عشان يروح منتخب مصر، فانا اكيد عندي امل ان انا ان شاء الله افضل ماشي على المستوى ده واروح منتخب مصر ان شاء الله. لازم اجتهد اكتر من كده كمان ان شاء الله. الفتره الجايه يبقى فتره خيره عليا وتوفيق بامان ان شاء الله. يحفز نفسه ازاي بس؟ لا والله يعني خلاص الماتش ده بالنسبه لي عدى، ركز في الماتش الجاي يعني فاهم. الواحد مركز وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه، بس اهم حاجه توفيق ربنا يبقى معايا، وان شاء الله زمايلي يساعدوني وانا اساعدهم ونقدر نعمل حاجه من الانتاج الحربي يعني. لو اتعرض على باسم مرسي العود نادي الزمالك خلال الفتره القادمه هل سيعود؟ والله بص يعني لسه بدري قوي على الكلام ده طبعا، بس نادي الزمالك طبعا نادي محترم وبيتي، وانا تحت امر الزمالك في اي وقت يعني.